صيام العاشوراء في السفر للعلماء فيه قولا، منهم من قال انه اذا استطاع فانه ينبغي ان لا يفرط في صيامها لانها فضائل تفوت، سنن اذا فاتت فات محلها لا يشرع قضاؤها. نعم. اذا فاتت فات محلها لان فضيله تتعلق باليوم، فلا يقوم غير هذا اليوم مقامه. ومنهم من قال انه لا يصوم لعموم قوله جل وعلا في الصوم المفروض، فمن كان منكم مريضا على سفر فعده من ايام اخرى. لكن هنا ما في عده من ايام اخرى، لانه اذا فات لا يقضى صيام عاشوراء، فالفضيله متعلقه باليوم. وبالتالي هؤلاء قالوا يسقط صيامها ويكتب اجرها ولا يشرع قضاؤها. ليش؟ قالوا لانه جاء في الصحيح من حديث ابي موسى، في صحيح البخاري من حديث ابي موسى الاشعري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهذا يدل على انه يؤجر بكل ما كان يعمله حال اقامته، ومنه صيامه اذا كان من عادته ان يصوم في حال اقامته فلا يصوم في السفر. والاقرب في ادراك الفضيله انه اذا كان ليس عليه مشقه فينبغي ان لا يفوت الصيام، هذا ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم. ومن ترك الصوم ومن عادته الصوم فأرجو أن يكتب له الأجر إذا كان مسافرا.